Kamusta, Mabuti mabuti? Mabuti po. هاي خلص ممكن can you خلص help الفلبيني me, مالي سوري can you help me sir I have big problem sir talk in Arabic please عشان أنا في هذا فاتورة في كاليبا هوسبيتال اها مال شو فاتورة 10,000 مال شو ما هذا أنا في بيبي أول أنت في بيبي أول إيه وبعدين هذا هي 2 شهر هناك اها قالتهم لازم أنا هاتي هذا قرص 10,100 10,100 ولا 10,000 10,000 10,000 إيه عشان أنا ما عندي قرص أرهين زين انا بشوف ان شاء الله رقمه موجود عندك انا بشوف علي بيسوي لك تليفون زين اوكي سير بيسوي تليفون علي يا هلا وسهلا فيك حصلت لحد زين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الو السلام عليكم يا هلا وسهلا كيفك يا اخ ابو راشد الله يعزك يا سيدي معك الاخ محمد من مصر حياك الله يا ابو جاسم اهلا والله كيف حالك ابو راشد اللهم لك الحمد يا سيدي اخبارك عم الحمد لله والله يا ابو رشد انا سمعت ان انت بتتكلم مع المصريين احنا صوابعك مزدوجه لا انا ما تكلمت عن المصريين عفوا عفوا لا يعني بتتكلم يعني لا انا تكلمت عن يعني معروفين اللي تكلمت عنهم انا ما تكلمت عن المصريين قلت المصريين عارفين قلت المصريين عارفين شعب مصر عارف هذه الالاعيب كلها وعارف الاكاذيب وكاشف كل الامور هذه كلها وبعد بوصل لك يعني وصلنا نحن كمان نيابة عن المصريين كلهم ونحن بنحب الشعب الإماراتي لا ما عندنا شك الشعب الإماراتي في عيوننا وهاي الكلام اللي بتسمعوه من ال لا لا ما ونحن نحب الشعب المصري والشعب المصري في عيوننا وعلى راسنا واحنا كشعب مصر وشعب الإمارات طول حياتنا اخوة اشقاء على على هذا الكلام ما ما ولا ننسى اي شيء يعني لا لا ما 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 عندنا ما عندنا شك في هذا الكلام يا طويل واحنا كلنا يعني احنا عايشين في الامارات في سلام وامان الحمد واحترام لله. الحمد ما فيش احسن من كده اللهم يعني. لك الحمد اللهم لك الحمد لله يعني الله يرحم الشيخ زايد امين يا رب خليفه آمين. آمين. الله آمين. وكل الشيوخ بس في ناس ما بعاجبهم هذا خالي يا ما تسمع كلام الناس التعبانين اللي ما يفهمهم في ناس ما تفهم ابو راشد والله شو تسوي الله هنا هناك قاعدين شويه اللي انت عارفهم دول اللي بيقولوا على القنوات اللي بيقولوا عليها الاسلاميه ديت بيخبطوا في كل العالم حاليا بالضبط لان الواحد اللي ما بعرف شو يسوي يرمي بلاء على الاخرين يعني ويرمي فشله على الاخرين ويخلي الاخرين لا اللي يحز في نفسك قبل شو كانوا يقولون قبل كانوا يقولون هاي مؤامره امريكيه ومؤامره صهيونيه الان صارت المؤامرة إماراتية فهذا يحس في نفسك نحن دولة عربية ونحن أخوة من زمان والعلاقات عميقة بيننا فما في داعي طول والله الأمر. والله يا أبو راشد كل الشعب المصري تنزل الشعب المصري داخل مصر كله بيحب دولة الإمارات أنا ما عندنا شك في هذا معروفين وعمره ما في واحد بيغلط في دولة الإمارات لا لا هم جماعة أمه دول القنوات اللي بيعملوا طباشه في جميع دول العالم مش ومزعلين منا جميع الدول ما يعرفوش ان احنا في الخارج بنتاثر من الكلام دوت والامور دي بتاعتهم ما يفهمهم لا هم انت عايش لا تتاثر انت عايش في دوله الامارات الحمد لله مالك. احنا عايشين في دوله الامارات الحمد لله بقالنا 12 سنه في احلى عيشه واحلى اللهم لك احترام وناس ما فيش بعد كده احلى دوله في العالم بتحترم جميع الجنسيات الحمد لله رب العالمين الحمد لله ودوله الامارات لا ننسى جمايلها على كل الدول العربيه وبالذات مصر الشيخ زايد الله يرحمه ما اثر مع دوله الامارات ناين في اي شيء والشيوخ ما اثروا برضه مع مصر وكل الدول يعني صراحه ربنا الشيخ زايد الله يرحمه ما اثر معاهم الله يغفر له بس الاخوه اللي في القنوات الفضائيه اللي هم تبع الاخوان دول هم اللي عاملين يخبطوا في الدول الشقيقه والدول العربيه هم ما يبغون يخربون العلاقه اللي بيننا يخربون لكن احنا كشعب احنا لا لا شعب مصري لا كله بيحترم الشعب الاماراتي وكله في قلوبنا ونحن كذلك بعد كل تقدير واحترام للشعب المصري ما نقبل اي انسان يمس دوله الامارات باي سوء لا هذا شيء معروف مبدا معروف عند المصريين يعني هذا مبدا معروف عند المصريين هنا لا نقبل لاي واحد يشوف لدوله الامارات العربيه الله يسلمك خليك شاكر جدا هذه المشاعر المشاعر النبيلة والله لا يغير بيننا ان شاء الله يا رب العالمين الا الى الاحسن ان شاء الله يحفظ دوله الامارات والشيخ آمين. ان شاء آمين. الله يحفظ يحفظ مصر ان شاء الله بعد بس دائما حط في الاخبار لا تسمعوا كلامهم هالكلام الفارغ اللي بيقولوه القنوات الاسلاميه ديت لا تسمعوهم ولا ترد عليهم في الكلام التغويض دول اللي بيخبطوا في جميع دول الدنيا كلها هم عايزين مصلحتهم بس
هذا الكلام لي واثبتوا ذلك. نعم. اثبتوا ولا شعار الدين والاسلام والحديث يفسروه على كيفهم، الحديث اللي يعجبهم يفسروه. يقول لك بما لو هو هينفذ حاجه يقول لك بما استطعت، ولكن انت يقول لك انت سوي 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 سوي. والله بكلمك بامانه يعني. خلى الله يا ريت. حضرت هناك الامور وعرفت كيف بيمشوا وبيوزعوا لك جمعيات خيريه هناك، ولكن بيصفوا نصها الجمعيات الخيريه، يدوا الفقراء حاجات بسيطه ويقول لك جمعيه خيريه مش عارف ايه وجمعيه خيريه ايه، ويلموا من الناس الزكاه ويقسموها على نفسهم، يتجوزوا حريم وسيارات يركبوها ويدوا فتافيت للناس الغلابه باسم الاسلام والدين. الله المستعان ان شاء الله يا سيدي. ولكن ربنا ان شاء الله يحفظ مصر ومصر ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله وان شاء الله يحفظ دولة الامارات ان شاء الله يحفظ مصر بابنائها المخلصين ان شاء الله ان شاء الله. الله يطول عمرك. مشكور يا حبيبي. الله يخليك. مع السلامه. نتواصل بعد هذا الفاصل. أجدد لكم التحية مرة أخرى مستمعينا الكرام ومشاهدينا الكرام من خلال راديو رابع الموجة 107.8 من الإمارات العربية المتحدة من عجمان. ونتواصل معكم وعايش المزروعي رئيسة شعبة إدارة العمل الإحصائي مركز الشارقة الإحصاء تتحدث عن المسح الشامل للسكان لسكان المواطنين بإمارة الشارقة. سيد عايش السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ إن شاء الله بخير. حياك الله اخوي عبد الله. الله يسلمك خليك. نشكركم على المجهود الكبير اللي تبذلونه من خلال طبعا مركز الشارقه للاحصاء، ونتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله يا رب العالمين. تسلم مركز صار الشكر موصول حقكم وسماحكم بتواصلكم معنا عشان المسح الشامل لسكان مواطنين اماره الشارقه. الله يسلمك. الله يسلمك. لين وين وصل للمشروع طولة ان شاء الله؟ نحن ان شاء الله في مركز الشارقه للاحصاء سنقوم باجراء مسح اقتصادي اجتماعي شامل لسكان المواطنين في إمارة الشارقة، وذلك بناء توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة حفظه الله ورعاه. آمين يا رب. الهدف طبعا من هذا المسح
هو توفير منظومة من البيانات والمؤشرات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية حول سكان الإمارة المواطنين. في نهاية هذا المسح طبعا المعطيات التي سيخرج بها هذا المسح تستطيع أن تجاوب على كثير من الأسئلة، من أهمها ما هو العدد الكلي للسكان المواطنين من أبناء الإمارة، ما هو المعدل الذي نما به هذا العدد منذ تاريخ التعداد السابق اللي قاموا في عام 2005، ما هو نمط التركيب الديموغرافي لأبناء الإمارة، كم منهم ذكورا كم منهم إناثا، كم عدد الأطفال كم عدد الشباب، بعد مثلا ما هي أهم أبرز الحقائق الاجتماعية للسكان من حيث أحوالهم الزواجية والتعليمية وغيرها، وحجم قوة العمل، كيف تركيبها المهني والاقتصادي والوظيفي. يعني كثير من الأسئلة إن شاء الله سنخرج بها من معطيات هذا المسح. والبيانات المؤشرات التي سيوفرها المسح تمثل رافدا قويا يدعم المساعي التي يبذلها صاحب السمو الحاكم، وهي تتمثل في مجالات عديدة من أهمها النهوض بمستويات المعيشة، التوزيع العادل للخدمات، التطبيق الفعال لبرامج الرعاية الصحية والاجتماعية، اختيار الأماكن المناسبة لإنشاء المرافق، أيضا تنمية الموارد البشرية وتأمين فرص العمل، وبالتالي ذلك يؤدي تخفيض معدلات الباحثين عن العمل، وأيضا صياغة سياسات الإسكان التي تهدف للنهوض بالمستويات والظروف السكنية. طبعا نحن في مركز الشارع الإحصاء الاستعدادات جارية، يمر المسح بعمليتين مرحلتين، مرحلة الأعمال التحضيرية. الأعمال التحضيرية هاي بدأت منذ صدور توجيهات صاحب السمو الحاكم بإجراء هذا المسح، وكان في يونيو 2012، وانتهت في نهاية هذا الشهر اللي تبدأ مرحلة الثانية اللي هي مرحلة جمع البيانات. كم تبالى جمع البيانات الله يطول عمرك بعد؟ تستغرق وقت كبير ولا؟ إن شاء الله حين بقول لك إياها. مرحلة جمع البيانات تنقسم إلى قسمين. بدينا القسم الأول هو التدريب، مرحلة اللي هي الحصر، فبدينا تدريب المراقبين عشان عملية الحصر. اليوم انتهينا من تدريبهم، سيتم اختيار إن شاء الله المراقبين اليوم. مرحلة الحصر تبدأ يوم السبت، السبت اللي بعد يومين، 2/2/2013، لمدة 15 يوم. طبعا هاي أول عملية ميدانية استعدادا لمرحلة جمع البيانات. في هذه المرحلة يتم أخذ بيانات أولية من المواطنين، مثل اسم رب الأسرة، جهة إصدار جواز السفر، مواطن من الشارقة، مواطن إمارة أخرى أو غير مواطن، عدد أفراد الأسر. بعد المرحلة هاي مرحلة الحصل، الحصل أفان ستكون فترتين صباحية ومسائية. واللي بيدلي إن شاء الله بيقومون بهاي المرحلة هم أغلبية بيكونون من الذكور، بس أنا أحب أطمن الأسر أنها في المرحلة هاي الأولى الذكور ما بيدخلون البيوت، بيكونون يعني بيأخذون البيانات من عند الباب، عشان أكيد فيها حساسية شوية أن الرجال يدخلون البيوت، بس أنا أحب أطمنهم أن الرجال ما بيدخلون إن شاء الله البيت، بيأخذون البيانات هذه من عند الباب، بيأخذونها من رب الأسرة إذا ما وجدوا الصبح، لأنه هي على فترتين صباحية ومسائية مثل ما قلنا، هاي تستمر لمدة 12 يوم. بعدها هاي العملية طبعا هي عملية تنظيمية يتم من خلالها تحديد أماكن تواجد المواطنين، فعقب نقدر نحن نقسم الإمارة إلى مناطق عمل وتحديد أعداد الباحثات، لواتي سيقومنا بمرحلة ثانية اللي هي مرحلة جمع البيانات. مرحلة جمع البيانات بيكون فيها باحثات وليس يعني ذكور، يعني لأن الأسئلة طويلة شوي فتضطر الباحثة أن هي تدخل البيت، فهالمرحلة نحن خلينا حريم ما بنخلي ريايد. المرحلة الثانية اللي هي مرحلة جمع البيانات اعتبار من يوم 3/3/2013 تستمر لمدة 18 يوم. ستقوم الباحثة بزيارة الأسر. البيانات التي تكلف بها الباحثة لجمع البيانات تقع في ثلاث مجموعات: بيانات خاصة بمسكن الأسرة، بيانات الخاصة بالأسرة كمجموعة، بيانات خاصة بكل فرد من أفراد الأسرة.
الباحثة طبعا ستقوم باستيفاء هذه البيانات من رب الأسرة سواء كان ذكر أو أنثى، يعني هو المسؤول عن الأسرة. وأحب أطمنهم بعد أن الباحثة يعني لا ما بتطلب منهم الاطلاع على أي وثائق لإثبات دقة البيانات التي يدلون بها. فالأسهل في العمل الإحصائي عموما وفي المس بشكل خاص هو الثقة بين جامع البيانات ومعطيها. وبعد البيانات هاي السرية غير مسموح لا للمركز أو أي حد من العاملين الاطلاع عليها أو أخبار أي شخص سواء جهة عامة أو خاصة. مثل ما قلنا هاي سرية. والأسلوب اللي إن شاء الله بنستخدمه نحن في جمع البيانات هو أسلوب جهاز الآيباد، لأن هذا الجهاز أو الأسلوب يتميز بعدة مميزات مثل التدقيق الآلي للبيانات عند إدخالها على الجهاز أثناء المقابلة مع رب الأسرة، نستعيض عن الاستمارة الورقية وعن استخدام مدخلي البيانات التقليديين، وهذا من شأنه أيضا شو ضمان جودة أعلى للبيانات التي يتم جمعها، اختصار كبيرا للكلفة وتمكن أيضا من توفير النتائج بوقت قياسي. تعاونتوا مع جهات أخرى طويلة العمر، مؤسسات في إمارة شارجي، المؤسسات مثل ما تقولين دائرة البلدية والتخطيط، مدى تعاونكم مع هذه المؤسسات الله يطول عمرك خليك؟ من أي ناحية يعني تقصد؟ أنتوا تعاونتوا في جمع البيانات مثلا عندك إدارة الإقامة وشؤون الأجانب وزارة العمل، هل تعاونتوا مع هذه ولا تعتمدون على مصادركم أنتوا كإحصاء بس كمركز إحصائي؟ لا أخذنا من الكهرباء ومن الإقامة، هي يعني وين أماكن الأشخاص قوائم المشتركين في الكهرباء فعرفنا، ومن كذا جهة بعد إلقاء الجنسية والإقامة بعد نفس الشيء. فكل جهة يعني في تعاون الحمد لله رب العالمين، في تعاون هي من 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 جانب الدوائر والجهات الحكومية. يشكرون بعد إن شاء الله. إنزين مرة ثانية الله يطول لي عمرك، متى بتكون البداية لجمع البيانات بالنسبة للإخوان اللي بيجمعوا البيانات؟ هي جمع البيانات العملية الأولى الحفر إن شاء الله بتبدأ يوم السبت، السبت القادم إن شاء الله. السبت القادم موزعة على كل المناطق ولا بتبدون منطقة منطقة في إمارة شارجة؟ لا موزعة على كل المناطق، على كل المناطق في إمارة شارجة. إذن الإخوان من يوم السبت نقول لهم القادم إن شاء الله بتكون العملية صباحا ومساء. صباح المساء إن شاء الله. إذا حد مثلا يا ودق عليكم الباب بيكونوا طبعا حاملين بطاقات أكيد، حاملين بطاقات تعريفية عن هوية تمنعهم، والواحد يجاوب ياهم. ومثل ما ذكرتي أو ذكرت الأستاذ عائشة ما يحتاج أي مثل ما تقولين وثائق لإعطاء هذه المعلومات، خلاص تعتمد المعلومات على هذا. يعني شيء الهدف نحن بنوصل لسمو الحاكم اللي أمر فيه إن شاء الله، وإن شاء الله نوصل للهدف المرجو إن شاء الله. بعدين أحب أذكر إذا في يعني حد من الناس حابة تستفسر عندها مزيد من المعلومات أو الاستفسار، يمكنهم الاتصال بمركز الشارقة للاتصال اللي هم رقمهم 800 80 80 80 80 80 80 0 0 0 0 0. ايوه لا استفسار، لا اي استفسار. بعد عندي بعد شغله اخيره اذا تسمح. تفضلي بالعكس. نحن في المرحله الثانيه اللي هي مرحله جمع البيانات، ما زلنا محتاجين لحاجة من المتطوعات للعمل. فمن يحب يتطوع من النساء المستمعين المشاهدين المشاركة معنا مع فريق العمل الميداني، بس أنا أخص كباحثات يعني من العنصر النسائي، لأن مدة العمل تستمر لمدة شهر وإن شاء الله هناك في مكافآت مالية إن شاء الله. فمن يحب يشاركنا ويتطوع معنا من الأخوات بس تتواصل ويانا عن طريق الأرقام، بذكر لك الأرقام إن شاء الله. عندنا الموبايل 056 6 3 9 6 3 9 6 1 1 1 1 1. 0 5 6 6 3 9 6 1 1 1. أيوة. الأرضي 06 5 1 9 1 7 2 9. 0 6 5 1 9 1 7 2 9. هذا للتواصل للأخوات الراغبات طبعا في المشاركة، وبيكون مدة العمل بتكون شهر إن شاء الله، الفترتين صباحي ومسائي إن شاء الله لجمع هذه البيانات. هناك في مكافآت مالية إن شاء الله ستقدم اللي بيشاركون إن شاء الله في هذا الموضوع إن شاء الله. أنا شاكر جدا الأستاذ عايش المزروعي رئيس شعبة إدارة العمل الإحصائي مركز شرق الإحصاء، وطبعا اللي تحدثت عن المسح الشامل للسكان المواطنين في إمارة شارجة.
البرنامجي، ومثل ما ذكرت طبعا والهدف من هذا والهدف سامي لهذا الإحصاء هو تقديم كل الخدمات بشكل عام، احنا نتحدث عن كل الخدمات للمواطنين المقيمين في إمارة الشارقة. الله يطول لي عمرك وخليك، نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله يا رب العالمين، ونتمنى أيضا كل التعاون من الجمهور الكريم إن شاء الله يا رب العالمين. إن شاء الله، شكرا لك. الله يطول لي عمرك، تحياتنا لك ولكل العاملين في هذا المركز. شكرا لك، حياك الله. الله يطول لي عمرك، يا هلا وسهلا فيك، حياك الله. في عبد الرحمن أيضا نشكر الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس الدائرة المالية بإمارة الشارقة، جزاه الأخير، هو كلمني عن هذا الموضوع، قال لي عندنا موضوع عامر في الشيخ سلطان بما يتعلق بموضوع طبعا المسح الشامل للمواطنين في إمارة الشارقة، فياليت قال لي تستفيدون وتفيدون الناس من هذا الموضوع، جزاك الله خير يا طويل العمر. فبالعكس يعني هذا شيء جميل جدا، من خلال طبعا البحث عن مثل ما تقول أو الإحصاء الشامل لكل المواطنين في إمارة الشارقة لتحسين الخدمات المقدمة، حتى مستقبلا نشوفون شو مثل ما تقول نوع الخدمات. طبعا الخدمات كثيرة، إذا تحدثنا عن أنواع الخدمات هذه، ولكن حجم هذه الخدمات على حسب الإحصاء الموجود. نتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله. شو عندك خالي؟ زين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف الحال بقى؟ الله يعزك يا سيدي، شو الأخبار؟ اللهم لك الحمد، شو حال العيال؟ كلهم بخير الحمد لله. يا مرحبا، حبينا نسلم عليك ونشكرك على البرنامج. الله يسلمك، الحمد لله، لا مشاكل لا شيء، الحمد لله، دامنا في الدولة الآمنة الحمد لله، وطول الله عمر شيوخنا ومقصري. الله يسلمك وخليك يا سيدي. يا مرحبا يا بابا، خفف السرعة واربط الحزام إن شاء الله. الله يطول لي عمرك. يا مرحبا، حياك الله يا طويل عمرك، يا هلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألو، صوت الرادة ولو تكرمتوا. ألو، ألو، كل أصوات مطابق طلع لي، شو سالفتك انت؟ تصل مطابق شعبية. ألو، ألو، السلام عليكم. ألو، صوت الرادة ولو تكرمتي. ألو، ألو، صوت الرادة ولو شوي شوي، أسعب بالك، أسعب بالك، أسعب بالك شوي. ألو يا جماعة الخير، الله يخليكم. ليش السيبة منا؟ تخلف التليفون يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام، مرحبا الساعة. يا هلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بي الصوت الرادة ولو تكرمت خالي، أو التلفزيون. الله يبو راشد. يا هلا وسهلا. مقصرنا ابن عمي طول عمرك، مقصرنا. تفضل يا سيدي. معلش انا اسف جدا، اسمح لي يا طويل العمر. الله يخليكم، صوت الراديو والتلفزيون. اي الله يخليكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الو، الو، السلام ورحمه الله وبركاته. يا هلا وسهلا. مرحبا اخوي براشد. يا هلا وسهلا اخوي، وش حالك؟ بخير، اللهم لك الحمد والشكر والمنه. أصبح على قناتكم الحلوة هاي وبرنامجك الأحلى من الأحلى. الله يعزك يا سيدي، الله يحلي أيامك يا ربي ولياليك. وفريجي طال عمرك، حياك الله يا سيدي. وش حالك يا براشد؟ الله يطول لي عمرك خليك. بس بغيت أطرح موضوع عندك براشد. قول يا طويل العمر، كلنا أذان صارية إن شاء الله. كنت أعمل في مكان ما. نعم. وصدت أثناء العمل وبسبب العمل. نعم. جت لي إعاقة دائمة. نعم. رحت تعالجت في ألمانيا وتعالجت في بريطانيا ورجعت عندي الحين إعاقة دائمة الحين أنا. نعم. طال عمرك الحين المشكلة، الحين يوميت بسافر ألمانيا مرة ثانية عشان بتعالج، ما طلعت لي الموافقة. ليش طويل العمر؟ الإعاقة هذا الشيء اللي أنا بوصل له، ما عارف ليش. زين، على وزارة الصحة ولا على هي سائر طويل العمر؟ على مستشفى زايد العسكري. مستشفى زايد العسكري طويل العمر. معلش، قالوا لك علاج هني؟
المشكلة إني ما لي علاج هني. هم قالوا لك في عندك تقرير؟ عندي تقارير طبية من ألمانيا ومن هني ومن بريطانيا إن علاجي المفروض إني أكمل علاجي في ألمانيا. على عيني تكمل هذا غير، ولكن قالوا لك إذا تقرير أنت سويت تقرير هنا مستشفى زايد العسكري. والأطباء الاستشاري الطبي، الاستشاري الطبي مال استشاري العظام قال لي خالد علاجك في ألمانيا، أنت مالك علاج هنا. سوالك تقرير ولا شفهية؟ سوالي تقرير، والتقرير دخل اللجنة الطبية. زين. واللجنة الطبية غيابيا رفضت العلاج. ليش وشو السبب خالي؟ والله ما أدري يا خالي، ترى بس أطرح الموضوع عن طريق قناة عن طريق. والله يشوف أكون أنا أكون وياك صادق، بالنسبة للمستشفى زايد العسكري الحين ما بينه وبينه تواصل. هي إذا لقينا حد فالك طيب من عيوني. إي أنا أصدق القول، ولا مرة صار بيننا وبينهم تواصل يعني. إي لأنهم تابعين وزارة الدفاع. أي شيء خالي، أي شيء دورني عليه أبو راشد، أي شيء طويل العمر يتواصل يختص وزارة الدفاع، الحين ما نتواصل ما يخصنا فيه. إي أكون وياك صريح شوي يعني. مشكور يا سيدي. إي فأنا آسف جدا 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 يا طويل العمر. ما راح بالسعي. الله يطول لي عمرك، حياك الله يا سيدي، يا هلا وسهلا فيك. أنا آسف جدا، وبعدين هاي شو النهاية يقولون صراحة راح يطول العمر. إيه نلف وندور ليش خالي؟ ما لأن هذه الخاصة ما يتعلق شيء، يتعلق بالقوات المسلحة. الحين ما نتعاطى فيه القوات المسلحة وجهاز أمن الدولة والمحاكم، هذا ما يخصنا فيه خالي. بعدين ريجي ناشف، اصبر علي خلني شوي. أبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جايتنا دعوة خالي. اصبر 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 اصبر. هذه يوم عجمان للتميز الشرطي، شرطة عجمان. لا فيها شغل في اي بي بعد، طالع في اي بي. هاي عذونا يا جماعة الخير، شو قصة الفي اي بي هاي؟ لا لا في الحين تذكرت يوم شفت هاي مال في اي بي، تذكرت الحين يلصقون على الشيائر وايد، كل سياره تشوفها عليها استيكر في اي بي في اي بي في اي بي. حتى ها ما بتبع القريه العالميه ولا شيء، كل سياره عليها في اي بي، كل ما في اي بي على ابو البلاد كلها استواد في اي بي. لا يا ليت بعد سيائر كتشر في اي بي، سياره كتشره نافدي اصلا ما يدخلونها مكان الفي اي بي، والفي اي بي ما يركبون السيائر عليها في اي بي. لا وعوده بعد، كل ما كشرت السياره كل ما كبر الفي اي بي. برنامج الحفل وصول صاحب السمو راعي الحفل السلام الوطني القران الكريم كلمه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيم ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي على الارض العسكري طلبت من الشيخ كليه الشرطه بابو ظبي التكريم تحت رعايه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيم عضو مجلس الاعلى للاتحاد حاكم اماره عجمان يسر القياده العامه لشرطه عجمان دعوتكم لحضور الافتتاح لحضور الاحتفال المقام بمناسبة يوم عجمان للتميز الشرطي، وذلك يوم الاثنين الموافق 4/2/2013 في تمام الساعة 6 مساء بقاعة الشيخ زايد في جامعة عجمان العلوم والتكنولوجيا. حضوركم شرفنا ويزيد المكرمين تميزا، جزاكم الله خير. طبعا نشكر الاخوان في القيادة العامة لشرطة عجمان سعادة القائد العام ونائب القائد العام وكل الضباط والافراد، ونتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله، وان شاء الله فالكم طيب. مشكورين على هالدعوة الطيبة، وان شاء الله اقرا لك كم من مسج. حاضري فالك طيب، تؤمر امر على قولتهم ان شاء الله. انا غياض حقك باخذ اتصال. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. انا عيبني يا غايض في الغياض نمره واحد انا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام الله وبركاته، يا هلا وسهلا. كيف الحال اخوي؟ الله يعزك اخوي. عندي ملاحظه. نعم. أنا ماشي وقتك جبت ستين ساعة ماش. لا بعد يا خالي 4 دقائق ما شاء الله عليك، ترمس 4 دقائق محاضر. زين قول خالي. بخصوص المرافق العامة والجامعات اليوم مثلا صرت الهوية أنا. زين. المقر الجديد على جسر 6. نعم. طيب يعني أنا لاحظت مراجع الأماكن الحمد لله بالنسبة لي أنا مقدور، مثلا ألاحظ في مطاعم غالية يعني داخل. المطاعم اللي موجودة. ايه مثلا اليوم صرت فاتحين كوفي شوب في الهويه. في وين؟ في الشارجه؟ هويه الشارجه. زين. زين مثلا الحين. اها. فاتحين كوفي شوب، والله ان الكوفي شوب فاضي ما حد ياس داخل. نعم. يعني تعرف اكثر المراجعين فئه العمال يعني. هم معقول عون بيشتري كوفي ب 18 درهم؟ لا لا وحليله هذا مال كرك بنص.
يلا يلا فاضي الحين مثلا هذا اذا بغى ماي بغى شاي بيجلس مثلا اربع ساعات ساعتين طبعا ما شيء مواصلات بعد بتريا تاكسي ولا بتريا باص يعني المفروض يراعون هاي الفئه يعني نعم ونفس الشيء غالي الكافتيريا طويل العمر كوفي شوب كوفي شوب ليه غالي زين يعني. غالي ايه كم الماي والله ما ادري بس كوفي شوب ما اعرف شو اسمه والله يعني نفس قوم ستاربكس ربعهم يعني زين ونفس الشيء بعد مكان راقي ما يشتوي يحطوا لك صندوقة مال باري داخل الله يهديك بعد بتشتكون بتقولون حاطين لنا شيء ما بزين لا يعني يحطون شيء معقول يعني يبون يرقون بالخدمات اللي يقدمونها انا فاهم ما شاء الله ما مقصين تقول فندق ده اي لا بعدين تعرف خالي تربع صالخين بجار ريال اي لا تنسى يعني يبون واحد يعني ليه لا صالخين بجار عدل ما بالله بسمه باي كلام ما بيجرون كذا صالخين بجار عدل ومن شو يبي وين بيطلع بيطلع من جبود المراجعين ترى انا هذا المفروض هاي ما يضغطون عليهم في الاجار ما شيء ثلاجة هناك مال بلاش ما في شيء يقول انا ما ادري والله ما تشيك بس انا ما شفت ثلاجة زين المفروض يحطوا لهم خالي شوف المفروض يعطوا العمر هذا يضل يمكن انا ابغى اكل او اشرب مكان راقي مثلا على سبيل المثال تعرف شو يحطون في الجانب المقابل ثلاجات يا أخي موجودة هاي بدرهم ثلاجات غرشة الماء فيها بدرهم فيها الكوفي وارخاصة إلى الآن وفي ثلاجات حق الكوفي بعد متطورة طلع لك رسالات زين هذه هاي رخاصة إلى ترى أقول لك ما بشرطوا يا الهوي يشرب كوفي خلي يشرب ماء إذا عطشان لا لا مو بعدين هاي إذا قلت لي فيها العمال ما يون ما يشربون ما ينزل هذا إذا شربه إيه والله ها مال ستاربكس وهذا ما ينزل إيه ليه الكرك إذا بريال ما ينزل لازم بنص إيه ومع الكيك ها إيه والماي بذا نظيف ودبوها ما يمشي لازم شيء يشوف الجهاز ثلاجة حليانة شيء كذي فيها شوائب يشرب كذي ما يعيب بعد هاي عاداتهم شو سيبه زين ونقطة ثانية مثلا مستشفى دبي نعم نفس الشيء ما في كافتيريات ما في شيء مرة صرت كوفي شوب فاتحين يعني تعرف يعني المفروض يراعون الناس يعني هذا الكوفي شوب يا طويل العمر ترى نظيف بعد ما يشتوي الله يخليك حتى تسوينا شيء اي كلام خالي انا افكر في الناس الثانيين مثلا الحين العيود شو بتقول لكم شو تبى جاي شو اذا حطوا له صندوقه مثلا شو تبى ترى بتطلب اي شيء يعني شيء متداول يعني هاي الشيء بهم لكم شو بهم في اللاتيه وكابتشينو ولا تعرف يعني لازم يحطون شيء متداول في ايدي الجميع يعني فهمت كيف انا هذا كلامي يعني. وما أدري والله ونفس الشيء مثلا عندك في الجامعات اسمعني الحين أسمعك خالي ليه في الجامعات نفس الشيء يفتحوا لك مطاعم راقية في الجامعات زين أخي إحنا فينا في الناس مستويات نعم. واحد ما يقدر كم يعني مثلا واحد عنده عيال عنده اثنين ثلاثة ما يقدر يعطيهم كل واحد 50 درهم 100 درهم حد الجامعة نعم. ما شاء الله تعرفهم يتمون من الصبح لين المغرب أنا ما أقدر أعطي كل واحد 50-60 درهم حق الجامعة ما شاء الله مطاعم غالية في الجامعات حتى لو تسأل جامعة زايد وال أنا أحيد الحرمة كانت جامعة زايد يعني الوجبات غالية عندهم صراحة حتى لبعض المدارس خالي وايد غالي مفروض يخفون عنهم هاي الأماكن يعني تعرف فيها من جميع المستويات يعني يعني مثلا ما يأخذون إيجار من المطعم اللي داخل يحط أسعار رمزية نحن عندنا في الدوامات كذا يجيبون لا ما بياخذون ايجار خالي لا يدورون الاجار الله يطول لي عمرك وتخرب سوقهم تبارك الله فيك يعني براش لازم يضاربون على المحلات هاي خالي لانه وراها مربح يضاربون عليها اوكي انا بيزعلون عليك كذا انت ما يرضون انا عرفت شو قصدك ان يحطون اشياء ما له تكون مبالغ عاديه يعني متناول يد الجميع يعني ما تكون غاليه هاي هي يعني ما يستي يعني حرام بس اوكي هاي ما بتاكل حلوه هي هاي البنية تمشي شلة واحدة فقيرة واحدة ما تعرف كلهم ربع كلهم رباع يعني نعم فهاي الأشياء تأثر يعني في نفسية الواحد هناك في الطلبة لازم يعني يساوون قد ما يقدرون يساوون بين الجميع يعني نعم وهاي هي. الله يجزيك خير يا طويل العمر مشكور يا سيدي مشكور الله يجزيك خير يا هلا وسهلا بك الله يخليك الله يطول لي عمرك ويخليك مع أني أشوف أنا والله أشوفهم يزيدون خالي أشوف سنة ورا سنة يزيدون نعم سنة بتعلق بالواجبات الغذائية كل سنة يزيدون ما تزيد الأسعار خاري تزيد داخل المطاعم هذه اللي تقدم الخدمات داخل الجامعات أو المدارس الخاصة والليل وين ما تشير خالي أنا أشوفهم كل ما تزيد الأسعار لأنهم مرتبطين بالأسعار برا بعد وين يبغى أغراضه وأسعاره
زاد السعر برا بيزيد وداخل، وبعدين اللي وبعدين يزيدون عليه الإيجار على فكرة، يعني الإيجار سنويا يزيد عليه، وين بيطلع هذا كله؟ خلي على الله يا سيدي، الله المستعان يا رب العالمين. نتواصل معكم مستمعين الكرام إن شاء الله بعد هذا الموجز. أجدد لكم التحية مرة أخرى مستمعينا الكرام ومشاهدينا الكرام خلال راديو رابع الموجة 107.8 من الإمارات العربية المتحدة من عجمان، ونتواصل معكم. وأيضا موجود زينب، موجودة زينب الأخت زينب مكتبي أخصائي التغذية في لدى نستل في الشرق الأوسط. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام، كيف الحال أخت زينة؟ الحمد لله، كيفك؟ يا هلا وسهلا فيك، الله يطول لي عمرك. أهلا بك. تكلمينا عن المنتدى، الله يطول لي عمرك، هذا اللي يطبع عن تكريم النساء البارزات في العالم العربي. إيه هيدا برنامج مبادرة أطلقتها شركة نسلة بالشرق الأوسط. نعم. وهي بتهدف لتكريم النساء البارزات في العالم العربي. نعم. والاعتراف بإنجازاتهم. نعم. هذا البرنامج عبارة عن شو؟ كيف يتم التكريم؟ كيف المشاركة؟ كيف أنا أشترك بهذا الحريم؟ هي مبادرة بتشترك، هي كلها على صفحة نسل كليم على موقع الفيسبوك. نعم. نسل كليم أرابيا، وبيتم هونيك الترشيح، أي مرة ممكن واحد يرشح أي مرة شافوها يعني هي بارزة بالمجتمع، عملت إنجاز وأثرت بالمحيط اللي حواليها، وبيتم ترشيح المرة على هيدا الفيسبوك بيج، وبعدين بشتي تصويت للرابحات، وهن نحن بدنا نربح ثلاث نساء. أي جنسية؟ طويلة العمر ولا جنسيات معينة؟ مقتصر هذا هي لكافة النساء العربيات اللي موجودين بالمملكة العربية السعودية، الإمارات، عمان، قطر، الكويت، البحرين، في الخليج، يعني كافة النساء العربيات اللي مقيمات في دول الخليج والشرق الأوسط، والشرق الأوسط بالأردن ولبنان. آه. طيب منو في لجنة حكام في شيء عندكم يا طويلة العمر؟ منو اللي يعني بيحكمون؟ الحكام يعني أول شيء في بيتم ترشيح كل النساء من هلأ، من فترة من هلأ لغاية أول مارس. أول مارس بعدين بيصير عنا نحن لجنة حكام اللي هي خمس نساء هن بارزات كمان بالمجتمع. واللجنة الحكام بت بتشوف كل القصص اللي تم ترشيحها، وبترشح هي أفضل خمسة من هالقصص. نعم. وبعدين بيتم منحط هول القصص على الفيسبوك بيج على صفحة كليم، وهنيك بيصير في تصويت من المجتمع على من هالخمس نساء مين هن الأول ثلاثة. نعم. شو دور البرنامج هذا الله يطول لي عمرك العالي؟ الدور البرنامج انه بدنا نسلط الضوء على، نحن بنعرف انه في كتير نساء بالمجتمع بركي مش مشهورة، مش معروف عنا، بس هي كمان بارزة وناجحة وعملت تأثير على المجتمع اللي حواليها، في يكون تأثير ببيتها بالمجتمع، يعني ببيتها مع أولادها، او في يكون بالمحيط الأقرب عليها، او حتى بالمجتمع ككل. نعم. بدنا نحن نسلط الضوء عليهم ونكرمهم ونخلي العالم يسمعوا هالقصص الملهمة تعول هالنساء، وبركي كمان هن بيقدروا انه يلهموا البنات والجيل الجديد اللي عم يكبر واللي عم يتعلم انه كمان فيهم هن يحققوا اهدافهم او احلامهم ويكونوا ناجحات كمان. في فئات معينة من القصص ولا اي قصة طولة العمر؟ نحن
عاملين كذا يعني فئات معينة مثل حماية الكوكب اللي بيكون أي امرأة بدأ عملت مجهود بمجال العمل البيئي أو تمكين الأطفال مثلا اللي عملت مجهود بتعليم والعناية والدعم الاجتماعي للأطفال أو في عنا كمان فئة لبطلة المجتمع اللي هي عملت عمل لصالح رفاهية المجتمع. في عنا كمان فئة لمبتكرة مبتكرة نشطة وهي لعلم التكنولوجيا أو المبادرة أو إلى آخره، وتوفير الأمل كمان لأي نشاط في الحقل الاجتماعي والإنساني. جوائزكم شو جوائزكم؟ كم قلتي لي بيفوزن؟ خمس ولا كم؟ ثلاثة بيفوزوا. ثلاثة بيفوزوا. ثلاثة، ولكل فائزة بيطلع لها جائزة نقدية بقيمة $20,000 أمريكي. لا يساعدها أكثر على اتخاذ الخطوة اللي تعمل لتعمل هدفها أو لا تدعم قضيتها. نعم، إذن $60,000 ستوزع هذه 60 نعم. على ثلاث فائزات كل واحد بتاخذ $20,000 إن شاء الله. متى آخر اليوم للتصويت؟ أول مارش، أول أذار. أول أذار إن شاء الله. إيه؟ إن شاء الله. وصار عنا كتير نحن قصص، يعني لهلأ في عنا فوق 100 قصة. ما شاء الله. وناطرين أكتر إن شاء الله. الله يسلمك وخليك، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله يا ربي. شكرا كثير. حياك الله استاذ. يا هلا وسهلا. زينب مكتبي اخصائي التغذيه لدنس الشرق الاوسط. زين موجود العقيد محمد سالم الكندي، طبعا هناك اللي هو جهاز حمايه المنشآت الحيويه والسواحل، يعلن عن حمله السلامه البحريه بحار اللي هي عام 2013، وتنطلق بخطه استراتيجيه جديده لتغطي جميع سواحل الامارات. حول هذا الموضوع نتحدث عن هذه الخطه الاستراتيجيه سعاده العقيد محمد بن سالم الكندي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ابو سالم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ابو راشد. كيف الحال يا سيدي؟ ان شاء الله بخير. بنعم الحمد لله. الله يطول لي عمرك ويخليك، يديم عليكم النعم ان شاء الله. طويل العمر. تحدثنا عن اللي هو البحار وجهاز حمايه المنشآت مثل ما ذكرنا الحيويه للسواحل، عن حمله السلامه البحريه، شو اهداف هذه الحمله والى اي مدى ممتده هذه الحمله ان شاء الله، وشو الاشياء اللي تشمل هذه الحمله ان شاء الله. بدايه مشكور ابو راشد على الاستضافه في هذا البرنامج الناجح طبعا. الله يسلمك ويخليك. الحمله طبعا هدفها التوعوي في المقام الاول. نعم. التوعوي لكل شرائح المجتمع لتستخدم او من مرتادي البحر. نعم. السواحل الامارات ما شاء الله ممتده على بحر عمان، الخليج العربي. نعم. الاعداد كبيره تستخدم البحر لمختلف الاغراض. نعم. سواء للنزهة، للاستمتاع الشخصي، للصيد، للتجارة، لكن فيه الموضوع الوعي بالأنظمة والقوانين والتشريعات التي في نهاية المطاف تضمن سلامة كل المستخدمين للبحر. فنحن طالب من خلال حملة بحار 2013، وهي على فكرة امتداد لحملة بحار 2009 و2010، نهدف من خلالها التوعية بالنسبة لمعايير السلامة البحرية بالتحديد. نعم. إضافة أبو راشد، نحن أيضا بصدد الترويج لبعض الخدمات المهمة اللي يقدمها جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل. نعم. لمرتادي البحر. نعم. على رأسها طبعا ترويج لرقم الطوارئ البحري 99.